ونظرا لما يمكن أن ينجو من هذه الوضعية من مشاكل تلبية كل الحاجيات وفي إطار تفعيل وتنزيل مضامين البرنامج الوطني لتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي تم التوقيع على اتفاقية إطار لإنجازه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تم إنجاز عدد من المشاريع أهمها انطلاق أشغال سد التمري بعملة أكادير دو تنان بسعة تخزين 204 مليون متر مكعب، إنجاز العديد من سدود الصورة ومشاريع تقوية تزويد بالماء الصالح للشرب في منطقة نفوذ الوكالة، تجهيز مجموعة من الأثقاب وإنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية من أجل تحسين معرفة الطبقات الجوفية وخصائصها وتعبئة موارد مائية من أجل تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب، بالإضافة إلى الشروع في استغلال محطة تحلية مياه البحر بشتوكا أيت بها نهاية الشهر، مما سيمكن من تلبية حاجية أكادير كبير من الماء الصالح للشرب بصفة عادية وتغطية العجل الحاصل في الفرشة المائية لشتوكا يسقي حوالي 10 هكتار، مما سيمكن من استدامة الإنتاج الفلاحي بها.